اتحاد الفنيين في عهده الجديد يفخر بأن يقدم أروع قصة عاطفية كتبت للشاشة، شاطئ الغرام، قصة حب تحنو عليه الطبيعة فيزدهر على ساحل مجهول حتى ينمو ويشتد، ولكن الأقدار تقذف به إلى أمواج أكثر صخبا من البحر، أمواج المجتمع بآثامه وأوزاره. شاطئ الغرام، هل تستطيع أمواجه الطاهرة أن تغسل ذلك الماضي الذي يود أن ينساه كل رجل؟ بجسر الفلوس، هو أنا سرق فلوس؟ يا خسارة العشرة ويا خسارة الخمس سنين! اخرسي، انت جايباني هنا عشان تردحيلي؟ الحق عليا اللي ما رحتلكش بيتك وفضحتك قدام مراتك. ده انت لو جيت البيت هقطم رقبتك، فاهمة؟ تعالى هنا، رايح فين؟ هو تقول حمام ده عادل؟ هل تستطيع نسماته الناعمة أن تحمل العزاء إلى قلب امرأة تخفي عن زوجها سرا رهيبا؟ مالك يا ليلى؟ في ايه؟ مفيش حاجة. ما تكدبيش علي، انت متغيرة، انا عملتلك حاجة؟ ابدا. امال ليه كل ما اقرب منك تبعدي عني؟ انا ابدا. هل تستطيع ذكرياته العذبة ان تمحو الضغينة في القلوب والمطامع في الصدور؟ وعارفه ان ربنا هيفركها علينا، وان سلوى من اسم عادل، من اسم عادل. كفايه كده يا دوريه وحياه ابوك، انت تعشمي فيا وانا اعشم في حيين، وكسبنا ايه؟ كبر الدين وقل العشم. انت عاوزه رايي؟ نشوف لسلوى عريس تاني احسن من عادل؟ مفيش ابدا. انا عارفه طلعت لنا من انهي دهيه دي كمان. شاطئ الغرام، قصه عاطفيه تحمل اليكم غاده الشاطئ، نجمتكم المحبوبة في دور جديد مثير، تحب كما تحبونها. إنها تلك الفتاة الساذجة التي خفق قلبها على شاطئ الغرام، إنها ليلى مراد. أما فتى أحلامها فهو ذلك الرجل الذي كان ينكر الحب وينشد اللذة العابرة، حتى اكتشف شاطئ غرامه فحسب أن السعادة أصبحت ملك يديه. إنه حسين صدي، ومن أعماق ماضيه تنبعث عاطفة متأججة تحرق من يمسها وقد تحرق نفسها. إنها النار التي تأبى أن تنطفئ، إنها النار التي تحبها وتكرهها في آن واحد. إنها تحية كاريوكا، أبطال التمثيل يجتمعون في بطل الأفلام. ميمي شكيب، محسن سرحان، استيفان روستي، منى، أبطال التلحين يجتمعون في بطل الأفلام. محمد الأصبي، محمد فوزي، أحمد صدي، أبطال الفنيين يحققون لكم هذه التحفة الفريدة. عبد نصر بإنتاجه وتصويره، وبركات بإخراجه ومعالجته لهذه القصة الجديدة. شاطئ الغرام أنتج باستوديو مصر وتوزعه في جميع أنحاء العالم منتخبات بهنا فيلم. شاطئ الغرام، قصة حب لعنه الناس ولكن باركته السماء.